Good morning. Good morning. مين يا ولاد موجود؟ مريم مين؟ أنا مريم مجدي. مريم مجدي. مين تاني موجود؟ مفيش غير مريم بس. مريم بس موجودة يا ولاد؟ آه. طيب. ده آخر ليسون يا مريم في جيومتري اللي هو اللاترال اريا والتوتال اريا للكيوبويد، تمام؟ تمام. في الاول نوتس كده مهمه، بيقول لي الكيوبويد هاز 8 فيرسز 12 ايدجز اند 6 فيسز. انا ما يهمنيش الفيرسز ولا الايدجز في الكيوبويد، انا يهمني الفيسز. هو ليه 6 فيسز وكل فيس لايك ايه؟ لايك ريكتانجل. ريكتانجل. فلما قلت ريكتانجل يبقى انا عايز قانونين مهمين، البرامتر اوف ريكتانجل والاريا اوف ريكتانجل. البرامتر اللي هو اللينث بلس ويدث تايم ال2، والاريا لينث تايم ايه؟ تايم ويدث. ويدث. تمام؟ تمام. في كده على جنب هكتب لك البرامتر اوف سكوير والاريا اوف سكوير. طيب ليه؟ عشان هعوزهم دلوقتي في الاسئله بتاعتي، لان الكيوبويد ممكن يجيني سؤال يقول لي كيوبويد with base square، يعني السكوير الكيوبويد ليه البيز بتاعته شكلها سكوير. في الحاله دي هستخدم البارامتر اوف سكوير والاريا اوف سكوير. طيب ايه هو الاريا، ايه هي البارامتر اوف سكوير؟ اللي هو الاس تايم الاس سايد تايم 4. برافو عليكي. طب وايه الاريا؟ الاس تايم اس. اس. طيب تعالى نخش على قوانين ايه الكيوبويد. عندي لاترال اريا وعندي توتال اريا. اللاترال اريا اللي هي قانون اللي هو البارامتر اوف بيز تايم هايت. بارامتر اوف بيز تايم هايت، وانا هنا قصدت البارامتر اوف بيز ما قلتش اختصارات. ليه؟ عشان لو كان عندي البيز ريكتانجل يبقى هكتب قانون الريكتانجل. لو البيز عندي سكوير هكتب قانون ايه؟ سكوير. سكوير. لاترال سيرفيس اريا البارامتر تايم الهايت. ولو انا عايز من الهايت يبقى اللاترال سيرفيس اريا ديفايدد البارامتر. مفهوم دي؟ تمام. اقولها تاني، اللاترال سيرفيس اريا هي البارامتر تايم الهايت. البارامتر اوف بيز حسب ما يقول لي، لو قال لي ان البيز بتاعت الكيوبويد سكوير يبقى هشيل البارامتر واحط اس تايم 4. انما الكومون والنورمال والطبيعي ان الكيوبويد اصلا البيز بتاعته ريكتانجل. انما لو ذكر ان البيز هنا سكوير هيبقى البيز اللي هو البارامتر اوف بيز بتاعتي اللي هي هتبقى اس تايم ايه؟ تايم 4. وفي الاخر الهايت ده ثابت ما بيتغيرش. تمام معايا؟ تمام. التوتال ايكوال لاترال سيرفيس اريا بلس 2 في البيز اريا. وهنا انا عندي اثنين نوتس. اول نوتس مهمه جدا، ان في الامتحان لو طلب مني التوتال اريا بس لازم اجيب اللاترال سيرفيس اريا غصب عني. هتقول لي ليه يا مستر؟ ما هو مش طالب اللاترال. ما عشان تقدر تجيب التوتال لازم يبقى عندك مين؟ اللاترال. يعني لاترال جه وقال لي فاين توتال اريا فور كيوبويد بس لازم غصب عني اجيب اللاترال لاني هضيفها على القانون بتاع التوتال. مفهوم؟ مفهوم. تمام. الحته الثانيه او النص الثانيه في حته التو في البيز اريا، التو دي جت منين؟ وايه هي التو دي؟ وامتى اشيلها؟ التو دي انا كلمه لاترال يعني مساحه جانبيه، لاترال اريا يعني مساحه جانبيه. يبقى انا عشان اجيب الكيوبويد او اللاترال او التوتال بتاعت الكيوبويد انا عايز اللاترال الاول. اللاترال خلاص جبناها اهي اللي هي المساحه الجانبيه. فاضل لي ايه؟ فاضل لي الابر واللور، يعني انا فاضل لي الابر اريا المساحه اللي فوق واللور اريا المساحه اللي تحت. يعني تخيل كده معايا ان انا عندي صندوق، الصندوق ده فيه فور سايدز اللي هم الاربع جوانب بتوعي. خلاص؟ معايا؟ معاك يا مستر. طيب يبقى انا فاضل لي ايه؟ فاضل لي اثنين بيز، البيز اللي فوق والبيز اللي ايه؟ اللي
الأبر واللور. لو جه في السؤال وقال لي find the total area of cuboid without lid. without lid يعني ايه without lid؟ يعني ما فيهوش الأبر اريا، ما فيش ليه غطا، ما فيش ليه سقف، يعني بالتالي ما عنديش مساحة فوق. يبقى أنا هشيل التو دي، يبقى القانون بتاعي هو lateral surface area plus على طول البيز ايه؟ البيز اريا. وده هيبان دلوقتي لما نيجي نحل مسائل. تمام؟ من هنا، من هنا من القانون ده، لو طلب مني البيز اريا بس، بقول التوتال سيرفيس اريا ماينس اللاترال سيرفيس اريا ديفايدد التو. دي القوانين بتاعت ايه الكيوبويد، هتحفظها وكلهم هنشتغل بيهم الاسئله اللي جايه. طيب تعالى ناخد بقى اول فكره من افكار الدرس بتاعنا. اول سؤال بيقول لي if the dimension of cuboid 3 سنتيمتر and 2 سنتيمتر and its height is 4 find its lateral surface area. هنا عايز lateral بس، وده سؤال دايركت، سؤال مباشر يا مريم، يعني سؤال واضح ما فيهوش اي مشكله بالنسبه لي. اولا هو هنا وهو بيتكلم معايا قال ان الدايمنشن بتاع الكيوبويد 3 سنتيمتر و2 سنتيمتر، خلاص بقى اشتغل ده عادي. اللاترال سيرفيس اريا ايكوال البارامتر اوف بيز تايم الهايت، بارامتر اوف بيز تايم هايت. هنا بارامتر ريكتانجل ما جابش سيره اي حاجه عن السكوير، فانا هشتغل بالستاندرد بتاعي او بالكومن او بالنورمال بتاعي اللي هو اللينس بلس الويدث تايم 2 تايم اتش اللي هو الهايت. اللينس بكام؟ اللينس ب 2، الويدث بكام؟ ب 3 او العكس، مفيش مشكله من هنا 3 من هنا 2، في الاخر ده ادنج يعني مفيش فيه فرق. يبقى لينس بلس ويدث تايم 2 تايم ال 4، يبقى 2 بلس 3 تايم 2 تايم 4 يطلع 40 سنتيمتر سكوير. ودي سؤال مباشر، ده سؤال مباشر. طيب نمبر بي بيقول لي اكيوبويد the parameter of its base is 24. ده البرامتر. والهايت 13. find its lateral area. عاوز lateral area. lateral surface area. البرامتر تايم الهايت. هو مديني البرامتر يا مريم. ومديني الهايت. يبقى 24 تايم 13 equal 312 سنتيمتر. تمام؟ معايا يا مريم؟ تمام يا مستر. طيب حلو. هناخد الفكره اللي بعد كده. واللي find the height of cuboid whose lateral area is 120 and dimensions of its base are 4 و 6. هنا المفروض القانون بتاعي انا مش عارف هي منسوحه ليه. الهايت ايكوال اللاترال اريا، هنا المفروض احط واللاترال اللي هي 120 ديفايدد البارامتر من اول قانون يا مريم اللي هو ده الهايت اهو شايفاه الهايت. ايوه يا مستر. تمام تمام. اللاترال اريا على البارامتر، يبقى انا اللاترال اريا بكام؟ ب 120. هنا فوق كده اكتب 120. اما البارامتر بقول اللينس بلس الويدث تايم 2، يبقى 4 بلس 6 تايم 2 ايكوال 20. وفوق 20 120 ديفايدد 20 ايكوال 6 سنتيمتر. تمام يا مريم؟ تمام ماشي. نمبر دي او لتر دي بيقول لي ذا توتال اريا اوف كيوبويد 150 سنتيمتر سكوير اند لترال اريا از 90 سنتيمتر سكوير زين اتس بيز اريا ايكوال كذا. يبقى عايز البيز اريا، عايز البيز اريا. القانون بتاعي البيز اريا ايكوال التوتال ماينس سيرفيس اريا سيرفيس اريا تو. برافو عليك. يبقى 150 ماينس 90 اوفر 2 يعني 30 سنتيمتر سكوير. برافو عليك. اللي فات ده كله يا مريم كان الدايركت كويستشن، الاسئله المباشره،
وده الأقرب إن يجي في الامتحان، لأنه أسئلة الكيوبويد فيها أفكار كتير وفيها أفكار طويلة، وهنا دلوقتي الامتحان بتاعنا بقى تشوز، فالأقرب إن يجي في الامتحان الأسئلة اللي فاتت، اللي هي بنحط القانون وطبق عليه تطبيق مباشر. أوكي؟ أوكي. طيب تعالى ناخد بقى الـ special cases للكيوبويد. بيقول لي if a box is in the shape of cuboid with square base، يعني أنا عندي cuboid بس البيز بتاعته شكلها ايه؟ سكوير. يبقى انا هنا لما اجي اشتغل واحل سؤالي لازم اخد في بالي ان البيز هنا سكوير مش ريكتانجل. تمام؟ تمام يا مستر. ماشي يا حبيبي. بيقول لي بقى واللينس ب 9 سنتيمتر والهايت ب 20، كالكوليت لاترال اريا اند توتال اريا. عايز هنا اللاترال وعايز التوتال. طيب تعال نحط قانون اللاترال اريا بتاعنا. اللاترال سيرفيس اريا هو البارامتر اوف بيز تايم الهايت، بارامتر اوف بيز تايم الهايت. هايت بارامتر يعني بارامتر اوف سكوير، بارامتر اوف سكوير اللي هو الاس تايم كام؟ تايم 4. وادي الاتش نازله زي ما هي. طب هي الاس بكام يا مريم؟ الاس ب 9. 9 تايم 4 تايم 20 تطلع 720 سنتيمتر سكوير. تمام؟ تمام. اللاترال التوتال نكتب قانون التوتال. بيقول لي اللاترال سيرفيس اريا بلس 2 في البيز اريا. تمام؟ تمام. طيب اللاترال اريا بكام؟ انا جبتها فوق اهي ب 720 سنتيمتر سكوير. برافو. بلس 2 تايم الاس تايم الاس. ليه اس تايم اس؟ عشان انا هنا عشان الاريا اوف البيز، والبيز عندي سكوير، يعني بجيب الاريا اوف سكوير. ماشي؟ ماشي. يبقى 720 بلس 2 تايم 9 تايم 9، 9 تايم 9 ب 81 تايم 2 تايم بلس 720، يبقى التوتال بتاعك 882 سنتيمتر سكوير. اخر سؤال، لو جه قال لي a box without lid without lid in the shape of cuboid، فاكره كلمه without lid دي يا مريم؟ اه. معناها ايه؟ يعني ملوش غطا. ملوش غطا، يعني انا هشيل ايه؟ هشيل واحده من البيز، قعدت في قانون التوتال اخر واحده مش تبقى تو تايم بيز اريا بقى، هتبقى بيز اريا على طول، صح؟ تمام. طيب تعالى نكتب بقى قوانيننا. يبقى اللاترال سيرفيس اريا ايكوال البارامتر تايم الاتش. البارامتر هنا هو سكوير، يعني اس تايم 4، الاس ب 12 يبقى 12 تايم 4 تايم 9 اللي هو الهايت بتاعي. يبقى تمام. 12 تايم 4 تايم 9 يعني 432 سنتيمتر سكوير. حلو خالص. التوتال بقول اللاترال سيرفيس اريا بلس بيز اريا، بس ما بحطش هنا 2 عشان قال لي انه ويزاوت ليد. تمام. نحط ونعوض، يبقى 432 اللي انا جبتها هنا اهي اللي هي اللاترال سيرفيس اريا بلس 12 تايم 12، يعني 432 بلس 144 ايكوال 576 سنتيمتر سكوير. دي كده يا مريومة أفكار الدرس كله. أنت هتحلي كتير وهتلاقي كل فكرة من دول في زيها تحلي منه على في الكتاب بتاعك. تمام. في حاجة أعيدها لك أو حاجة مش مفهومة؟ لا شكرا. لا. في حد يا ولاد تاني غير مريم معايا؟ أنا يا مستر. مين مروة؟ مين مروة؟ أنا فارس يا مستر. فارس؟ لسه داخل يا فارس ولا إيه؟ يعني من دقيقتين كده فارس. طيب، اللي أنا قلته في حاجة مفهومة يا فارس؟ لا. طيب، في حد تاني غير فارس ومريم معايا يا ولاد؟ في حد محتاج أعيد له حاجة؟ لا، شكرا يا مستر. محتاج حاجة يا فارس؟ لا، شكرا يا مستر. طيب، باي باي. باي. Thank you.